السلام عليكم. النهاردة هنعمل السوشي ونعمله بطريقة بسيطة جدا، وهتشوفوا هو قد ايه سهل وان شاء الله يعجبكم. اول حاجة جبت رز السوشي، في انواع كتير من رز السوشي، انا جبت النوع دوت وطلع كويس. خدت كوبايتين من الرز، هغسلهم كويس جدا لغاية ما ميته تكون بيضة. بعدين حطيته في الحلة، هضيف له كوبايتين ونص من المية. كل نوع رز مكتوب عليه طريقة عمله ازاي، فعشان ما نحطش مية ازيد من المطلوبة. هبتدي اضعه على النار واسويه، اول ما يبتدي يغلي شوية هبتدي اقلبه تقليبة بسيطة واوطي عليه النار خالص اقل حاجة عشان يستوي. رز السوشي مش بنحط له اي حاجة في السوا، هو بس المية وخلاص يستوي بيها كده. خلاص هو استوى، نبتدي بقى ان احنا نتبله. ربع كوباية من خل رز السوشي، ولو مش عندنا ممكن نستخدم الخل العادي. 3 معالق كبار من السكر، نص معلقة كبيرة من الملح، هنقلبهم شوية مع بعض علشان خاطر المكونات كلها تختلط بالرز. عايزة اقول لكم الرز السوشي ما بيكونش مفلفل، بيكون ماسك نفسه شوية، بيكون مقارب اكتر لرز الريزو. هبتدي ادوق واشوف ان كان محتاج ملح او سكر او خل، بس انا لقيته كده مظبوط. نبتدي بقى نقطع الحاجات اللي هنحشي بيها. انا جبت حباية من الافوكادو، بعدين نبتدي نشيل القشرة برضو بالمعلقة. ونقطعها شرايح رفيعة. وهقطع شرايح من الخيار بالشكل ده، وكمان شرايح من الجزر. انا جبت هنا الكراب ستيكس اللي هي صوابع الكابوريا، وجبت كمان شرايح من السلمون. ده بقى شرايح الاعشاب البحريه اللي احنا هنلف بيه السوشي، دي عباره عن اعشاب بحريه ومعمول لها تجفيف. هحط صويا صوص، كاتشب ومايونيز. هخلطهم كويس جدا مع بعض، وده هحطه جوه على الرز وعلى المكونات من جوه. اول حاجة هجيب شريحة من الاعشاب البحرية وابتدي احط عليها الرز. الرز عشان يتفرد لازم نحط جنبينا كده طبق فيه ميه، ونبتدي نبل ايدينا حاجه بسيطه ونبتدي نفرد بيه الرز. احنا عايزين نعمل طبقة كاملة من الرز فوق شريحة الأعشاب البحرية دي. انا خلاص حطيت طبقة من الرز، هحط كمية منه على الرز، هحط صوابع الكابوريا، وهحط جزر والخيار وكمان الأفوكادو. احنا ممكن نستبدل اي حاجة مش عاجبينا، يعني احنا ممكن نحشي اي حاجة احنا بنحبها.
هبتدي ألفه كويس قوي. احنا ممكن نستخدم الحاجة اللي بنلف بيها وممكن نستخدمه كده بإيدينا عادي. أنا هبل الطرف شوية عشان يلزق كويس، واحنا بنلفه كده بنبتدي نضغط عليه شوية، ولو شوية رز طلعوا زي كده بندخلهم عادي وبنرجع نضغط تاني، لأن الحاجة اللي بتلف ولأن الحاجة اللي بنلف بيها دي عندي رخمة جدا، فأنا بستخدمها في الآخر بس مجرد أن أنا أضغط بيها. طبعا لو انتوا لقيتوا النوع دوت ما تجيبوهوش، مش كويس خالص. حلو اللي هو زي الحصيرة العادية صغننه كده، كل مرة بنقطع فيها لازم ان احنا نبل السكينة مية، ده بيساعدنا اكتر في التقطيع. هبتدي اقطعهم على 2، بعدين اقسمهم تاني، بعدين هقسمهم تاني. احنا بنبتدي ان احنا نقطعهم تقريبا بطريقة متساوية، يعني على قد ما نقدر. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو جدا. عايزة اقولكم ان طعمه كمان حلو قوي، انا ما تخيلتش انه هيطلع حلو قوي كده. اعملوه احسن في البيت، فعلا بيطلع حلو جدا وما بيختلفش خالص عن اللي بره. ابتدي ارصهم في الطبق، وابتدي اكمل عليه بعد كده الباقي. شايفين شكله حلو جدا، وعايزه اقول لكم والله طعمه زي اللي بره. هرجع تاني اكرر العمليه، هحط شريحه من الاعشاب وبعدين طبقه من الرز، ودي هحشيها بشرايح السلمون. شرايح السلمون لانها رفيعه قوي فبتطلع معايا مش بسهوله، فبتبقى مقطعه شويه بس عادي، هي مش هتظهر من جوه الحشو. المهم نغطي كل العرض بتاعه، لان كل ما هنقطع سلايز كل شريحه يكون فيها الحشو بتاعها. وحطيت الجزر، حطيت خيار، وحطيت الأفوكادو. هنا هحط الصوص فوقهم بس، وزي ما قلنا أهم حاجة واحنا بنلف بنضغط عليه عشان يفضل متماسك الحشو بتاعه جوه. هو الرز بسهولة جدا أول ما بنضغط عليه بيمسك شوية لأنه هو مستوي قوي. وارجع احط جواها واضغط عليه جامد جدا. هبل السكينة وابتدي ان انا اقطعه. شايفين شكله؟ انا شايفة ان الحتة دي شوية مش مظبوطة قوي ومش ظابطة معايا التقطيع، خليتها على جنب.
انا حطيت شوية من الصوص من بره ورشيت شوية من السمسم وحبة البركة، بس ما كترتش لان ولادي مش بيحبوا كده. هنا بقى هعمل طريقة تانية مختلفة. جبت الشريحة وحطيت طبقة من الرز هبلي ايدي ميه وابتدي اضغط شويه وهبتدي احط عليه شويه من السمسم وحبه البركه. هبتدي احط عليه طبقه من النايلون الشفاف، اضغط كويس شويه علشان يتماسك اكتر. وابتدي ان انا اقلبه. هبتدي احط الصوص. هبتدي اضيف صوابع الكابوريا. ودي قطعة من الافوكادو، خيار، والجزر. هبتدي الفه كويس جدا، بس المره دي الرز هو اللي بره. هبتدي ابل ايدي واضغط عليه كويس جدا وابتدي ان انا اقطعه. ده انا عملت منه رول واحد بس لان ولادي مش بيحبوه، بيحبوا النوع التاني، وبالتالي انا ما كترت منه اكتر من ده، بس قلت برضه تغيير في التقديم ليهم. شايفين شكله حلو ازاي؟ بحس كل حاجة في البيت طعمها مختلف. وبس كده خلصت كل كمية السوشي. هعمل لكم ان شاء الله حلقة تانية هيكون كلها بدايل، عشان اللي قبل البحرية دي ممكن نستخدم ايه بدلها، ممكن نعمل السوشي ازاي ممكن من غيرها كمان، وايه بديل الرز، وايه بديل السمك الني اللي مش مستوي، وازاي نعمله بمكونات ابسط بكتير تكون عندنا كلنا في البيت. وده بقى وقت التقديم، بنحطها في الصويا صوص. عايز اقول لكم ان ولاد كتير جدا بتحبه، وحتى الكبار، ولو عملناه في البيت بيبقى ليها احساس تاني خالص، واحنا قاعدين كده في وقت ممكن بنتفرج على فيلم او حاجة مع بعض، فبيبقى جواها حلو قوي. بس كده وبألف هنا وشفا، وان شاء الله اشوفكم في وصفات تانية كتير.